بعد 8 أشهر، الاحتلال يفرج عن أيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي ووالداتها. واجهت التميمي 12 تهمة بعد صفيها جنديا إسرائيليا في ديسمبر من عام 2017، واعتقال قوات الاحتلال لها فجرا مع والدتها لتصوير الحادث. الواقعة جعلت عهد بطلة في عيون الفلسطينيين والعالم. في بداية اعتقالها تعرضت لمضايقات كبيرة من قوات الاحتلال. محاكمة عهد أمام محاكم عسكرية إسرائيلية لاقت اهتماما دوليا، ودفع قرابة 2 مليون شخص حول العالم لتوقيع عريضة للإفراج عنها. التميمي جسدت المقاومة منذ صغرها بتحديها للاحتلال والمشاركة في المسيرات، وتتمنى أن تصبح محامية لتدافع عن شعبها الأسير وأرضها المغتصبة.